والمشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا شكرا لقيادتنا الرشيدة، ثم للقائمين على هذا الحوار وعلى رأسهم صاحب المعالي الشيخ صالح حسين. وأبدأ مداخلتي بطرح بعض الآراء بالنسبة للبطالة. فلا شك أننا في بلد صحراوي، ويعتمد الكثير وخاصة قبل ظهور النفط على تربية المواشي وعلى الزراعة المتواضعة، ولكنه من المؤسف أن وجود الوظائف الحكومية رغبت الكثير في ترك أعمالهم الأساسية وانصرفوا إلى طلب العمل الإداري أو الالتحاق ببعض القطاعات العسكرية، مما أثر سلبا على الزراعة وعلى تربية الماشية. أعتقد أن من أسباب البطالة أن أبناء رعاة الماشية تركوا آباءهم وانصرفوا إلى طلب الوظائف الإدارية للرغبة في الدخل المضمون، وتركوا هذا العمل الذي يعتبرونه شاقا ومتعبا وغير مضمون. كذلك أبناء المزارعين، فأعتقد أننا لو ركزنا على هذين العملين بحيث تقوم الدولة بدعم الزراعة، ولا أعني زراعة القمح والمحاصيل التي تعتمد على الرشاشات، ولكنني أعتقد أن المهم الزراعة التي كان أسلافنا يقومون بها، وهي زراعة النخيل أو غرس النخيل وأشجار الفواكه، وأيضا زراعة الخضروات وما إلى ذلك من هذه المنتجات المهمة لنا في حاضرنا ومستقبلنا. فلو دعم هذا الجانب بحيث تقوم الدولة بالحفاظ على هذه المنتجات. انتهى الوقت معالي الشيخ. ما دريت في تحديد الوقت، نصف دقيقة. أقول أننا لو شجعنا الزراعة وتربية الماشية بحيث تسعر المنتجات فلا تزيد على المستهلك، ولا أيضا تجحف بأصحاب هذه الأعمال. والفواكه والمنتجات التي ممكن أن تحفظ في التبريد أو تكون هناك أو يكون هناك تعليب لها إذا زادت عن الاحتياج، بحيث سعر هذه المنتجات حفاظا على عمل يعني هذين الجانبين. شكرا معالي.